عند الصباح يأتي فهد إلى هنا منذ أن كان في 13 من عمره لاستخراج الملح الصخري من هذه الجبال المعروفة بجبال الملح في منطقة عياد شمالي مديرية جردان. استخراج الملح ونقله وتعبئته كلها تتم بطرق بدائية نظير مبلغ يومي زهيد لا يتجاوز 500 ريال بالعملة المحلية. جاءت المعدات الثقيلة سوالهم كل واحد سوالها مضرب من أهل البلاد. يعني بعضهم سوى بعض الناس الله يستر على حالته ماشي لا أحد عند حد يشتغل يعني متعاونين. مثل هذا المضرب احنا منا صار واجده مضربنا احنا ومضرب واحد من اصحابي شقالين ذول اللي عندنا. ست ساعات من العمل في اليوم الواحد تكفي فهد ورفاقه لاخذ راحه منه حتى اليوم التالي. اللافت ان بيئه العمل في مناجم الملح خطيره وغير امنه والجبال الملحيه قابله للانهيار في اي لحظه. ومع الأمطار يا طويل العمر تنجعث المضارب هذا تجي الأمطار وتجعث التراب وتصير حاجة خطيرة يعني مثل هذا يعني حاجة خطيرة لأن معادي هذا المضرب فيه مضرب هنا قليل ولا دفنوه اشتغلوا فيه حق ناس من أصحابنا هاي يمكن 3 أيام أو 4 من الشركة يعني نزلوا لخانهم بيسووا مضرب عموه وعاد الآن ولا حاجة أكثر من 50 نفر فيه الآن ما يتجاوزون لك عدد الأصابع يعني في محلاته خطيرة كلها ذي مشنع على أكياس وذي ملقى على حالة الناس الله يستر عليها. ويعمل في هذه المناجم الملحية أشخاص ينتمون إلى قبيلة القراميش ويعتمدون عليها باعتبارها مصدرا رئيسيا للرزق والمعيشة ويبيعون إنتاجهم على زبائن لهم في شبوة وحضرموت.